بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في دراستنا لرساله معلمنا بولس الرسول الى اهل روميا وصلنا للاصحاح 14. في الاصحاحات السابقه كان بيتكلم في اللاهوت وقضيه التبرير بالايمان واليهود والامم ايه دورهم وايه موقفهم، وانتهت القصة اللاهوتية فدخل بعد كده في تطبيق عملي. التطبيق العملي اخذناه في اصحاح 12 و13 ودي كمان في اصحاح 14 كلام جميل عن ازاي اليهود والامم يتعاملوا مع بعض. يبدأ الاصحاح بكلمة من هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه لا لمحاكمة الأفكار. كلمة ضعيف في الإيمان هنفهمها دلوقتي وإحنا بنقرأ، يقصد بها واحد موسوس. ضعيف في الإيمان معناها مدقق زيادة عن اللزوم. يبقى هنا في فكر معلمنا بولس الرسول أن الإنسان القوي في الإيمان إنسان حر، حاسس بحريته في المسيح، مفيش قيود بتتعبه أو تتعب ضميره. بيقول إن فيه ناس ما عندهمش الجرأة دي إن يعيش بحرية ولسه قاعد متكتف ببعض القيود. أنا هديكم مثل معاصر. كلنا بنصوم قبل التناول 9 ساعات او من منتصف الليل. في واحد يصوم قبل التناول بوسوسة. وسوسة يعني ايه؟ يعني لو انه دخل في بقه نقطة مية بعد الساعة 12 بدقيقة يبقى متشكك، وممكن يجي ساعة التناول يقول له يا ابونا انا اسف مثلا بغسلت اسناني بالليل الساعة 12:05 وحاسس ان في نقطة مية داخل، اتناول ولا متناولش؟ هو ايه؟ ضعيف في الايمان. واحد تاني بالنسبة له دي حاجة هتفرق ايه؟ يعني واحد يبقى قوي في الايمان لدرجة انه حاسس بحرية، الحكاية مش مزنقة. ربنا مش ماسك لي ستوب ووتش بيحسب لي انا صمت كام دقيقة. فهو حاسس بحرية، واحد تاني مزنقة معاه. او مثلا احنا في الصيام الكبير اهو في اي الصيامات مش بناكل اي اكل من اصل حيواني. فتلاقي مثلا واحد قال لزميله خلي بالك المعلقة دي كانت ملحوسة نتيجة كان فيها سمنة، ايه تشكك وضميره يتعبه. واحد تاني يقول يعني انا ما كانش قصدي وما نيش اشتهتها ولا حاجة مغذية ولا حاجة دي لحويس. ففي واحد يحس بالحرية، واحد يبقى ضميره ايه؟ ضيق. فمعلمنا بولس سمى الضمير الضيق ده من هو ضعيف في الايمان. قال عليه ايه بقى؟ اقبلوه. اقبلوه يعني ما تنتقدهوش، ما تحطمهوش، لا لمحاكمة الافكار. يعني مش هنقبله على سبيل ان انا كمان اقعد اناقشه في الحاجات الصغيرة اللي هو بيعتقد فيها. فوت له، هو ضميره كده، هو تكوينته كده، هو شخصيته كده، ففوت له حكاية مش محتاجة ان احنا نضيع وقتنا. من هو ضعيف في الايمان فاقبلوه لا لمحاكمة الافكار. واحد يؤمن ان يأكل كل شيء، واما الضعيف فيأكل بقولا. ايه بقى الحكاية دي؟ انتوا عارفين من اول السفر بنتكلم عن اليهود والامم. اليهود قبل ان يتنصروا كانوا عايشين تحت ظل الناموس اللي فيه حاجات ممنوعة في الأكل. على سبيل المثال لحم الخنزير، مش ممكن واحد يهودي يأكل خنزير، وبعض أنواع أخرى من اللحوم مش ممكن يتجاسر ويأكل منها. لما بقوا مسيحيين لسه جواه محتفظ بالحتة القديمة دي، إنه ضميره موسوس من جهة أكل اللحوم، ويقول لك افرض ان الجزار اللي انا اشتريت منه اللحمة
ما كانش راجل امين وما دبحش الذبيحة دي بالطريقة الدينية اللي هي فيها مش عارف ايه، ما سماش. وافرض ان هو حطلي في الكمالة حتة لحمة بتاعت خنزير، انا يا عم ما اضمنش، فعشان اضمن مش هاكل لحوم خالص. فضميره موسوس، عشان كده ما معلمنا بولس ضعيف، واحد يؤمن ان يأكل كل شيء، واما الضعيف فيأكل بقولا كنوع من الحرص. في انجلترا قالوا لي هناك شبابنا القبط يعني ان يعرفوا حد يهودي، فالشخص اليهودي ده عزم حد من الاقباط، قال له تعالى أأكلك في مطعم. فدخلوا المطعم بتاع أكل يهودي، وبعدين بعد ما أكلوا جه الجرسون بيقول تحب تشربوا إيه؟ فالأخ القبط مش واخد باله، فطلب قهوة باللبن. بيقول لي مجرد قلت له قهوة باللبن اتنفض كأني عملت جريمة، وقال له إحنا في مطعم يهودي ازاي تطلب لبن؟ فهو استغرب، انا ما عملتش حاجه غلط يعني. فزميله بقى اليهودي قال له لا انا هشرح لك الحكايه، كل اللي قاعدين دول يهود، واليهود عندنا في وصيه في الكتاب المقدس بتقول لا تطبخ جديا بلبن امه. خدين بالكم يعني ما تجيبش لحمه الجدي تطبخها في اللبن بتاع امه. هدف الوصية أساسا طبعا إحنا كمسيحيين فاهمينها نوع من الشفقة، الرفق بالحيوان، لكن هم عندهم مش ممكن يقرب اللبن ناحية اللحمة. فعشان كده لما يكون المطعم ده بيقدم لحوم لا يمكن يدخله نقطة لبن، فلما يجي الزبون ده يطلب لبن هيشكك كل اليهود اللي قاعدين، هيطفش الزباين. فعشان كده الراجل عمل له ثورة، ازاي تطلب لبن واحنا في مطعم محترم يهودي؟ فقال له انا ما اعرفش القصه دي كلها. قد كده بيحصل الوسوسه عند اليهود. يقولوا لي ان اليهود الارثوذكس هناك اللي هم متشددين ومتمسكين في البيت يعملوا مطبخين، مطبخ للحوم لوحده والمطبخ الثاني للالبان ومنتجاتها، عشان ما يجيش ده ناحيه ده، الاواني دول غير الاواني دي. قد كده تشوف اليهود ملتزمين جدا ومدققين جدا، خصوصا اليهود الارثوذكس اللي هم تقليديين ومتمسكين بالناموس. يقولوا مثلا يوم السبت لما يركب الاسانسير يخلي واحد مش يهودي يدوس له على الزرار بتاع الاسانسير يوم السبت، حاجات غريبه جدا. تخيل واحد بقى متربي في الجو دوت وشبعان بيه، بعدين بقى مسيح، مش سهل ان هو ايه ينسلخ منها. فالامم زي ما انتوا دلوقتي ابتسمتم، الامم كانوا بيضحكوا عليهم، ايه اللي انتوا فيه ده؟ واليهود بيعتبروا الامم متسيبين، يقول لهم ايه اللي انتوا فيه ده؟ هي الدنيا ايه صداح مداح؟ مش في تدقيقات وفي نظام؟ فكان نوع من الصراع الفكري بين المسيحيين اللي من اصل يهودي مع المسيحيين من اصل اممي. عشان كده معلمنا بولس حب في الإصحاح دوت يفك هذا الاشتباك. قال لهم واحد يؤمن أن يأكل كل شيء ده الأممي، وأما الضعيف فيأكل بقولا، لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل. من يأكل اللي هو الأممي اللي بيأكل أي حاجة ما بيهموش، ما عندوش ناموس قديم يلزمه بأنه يدقق، والتاني قاعد يحسوك يعني كل خطوة يبص وراه. فبيقول لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل، ولا يدن من لا يأكل من يأكل، لأن الله قبله. لا الأمم يزدري باليهودي، طبعا عارفين يزدري يعني يحتقر، ولا اليهودي يدين الأمم، لأن الله قبله. الكلمة دي جميلة جميلة جميلة، الله قبله. دي الواحد فينا أول ما يجيله فكر إدانة ناحية شخص يقول وأنا مالي، الله قبله، الله قبله، إذا كان الله قبله أنا مالي، واخد بالك؟
يقول لك شفت ابونا فلان بيعمل ايه يا عم، انا مالي ربنا، اذا كان ربنا قبله وعمله قسيس هو حر، هو بينه وبين ربنا يصطخوا مع بعض. شفت الاخ فلان بيعمل ايه، ربنا قبله انا مالي. طب قبله ازاي؟ قبله بدليل انه سايبه يعيش، انا مالي. هل انا ديان للناس؟ كلمة الله قبله احفظوها عشان تحفظكم من الإدانة. كل ما يجيلك فكر إدانة تقول وأنا مالي خليني في حالي، أنا مالي خليني في حالي، الله قبله، الله قبله. من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ مين أنت اللي هتدين واحد مش بتاعك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط. هو ما انا مالي، هو حر، جايز يثبت وجايز يسقط. لو ثبت انا ملياش دعوه، ولو سقط انا ملياش دعوه. خلي بالكم، يبقى ادينه ليه؟ من انت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت او يسقط، ولكنه سيثبت لان الله قادر ان يثبته. الكلام ده بقى مش ينطبق بس على اليهود والأمم أو ضعيف الإيمان وقوي الإيمان، ولكن ينطبق على كل إنسان بيتعامل معاه. أقول وأنا مالي، هو لمولاه يثبت أو يسقط، ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. فكرني بكلمة قالها أحد الآباء لما يقول إيه، أخويا غلط جايز يتوب وربنا يغفر له، وبكره جايز انا اغلط وما الحقش اتوب وربنا يعاقبني، فانا ماليش دعوه باللي بيغلط، جايز غلط قدامي وتاب من ورايا. احنا دايما بنشوف الناس وهما بيغلطوا، ما بنشوفهمش وهما بيبكوا وبيتوبوا. سر الاعتراف سر خصوصي بين ابونا وبين الشخص. انت شفته وهو بيغلط، ما شفتوش وهو بيعترف، ما شفتوش وهو واقف في اوضته يصلي ويقرع صدره ويعمل مطنيات ويبكي بكاء مر، ما تعرفش عمل ولا ما عملش، انا مين. فحتى لو شفته في ذات الفعل في اي خطيه ليس لي ان ادينه. السيد المسيح حط لنا قاعده مهمه جدا ساعة المرأة التي أمسكت في ذات الفعل، قال لهم إيه؟ من منكم بلا خطية فليرجمها بأول حجر. اتشطر كده ويورينا شطرته اللي ما بيغلطش. فالله قادر أن يثبته. دي أول قضية بتاعت الأكل، لحوم ولا بقول ولا غيره. بس خلي بالكم هذا الكلام لا ينطبق على الصيامات. لأن ممكن واحد من الناس الذين لا يؤمنون بالصيام يستخدم الآية دي في غير موقعها، يقول لك اهو الضعفاء هم الأقباط الأرثوذكس اللي بياكلوا بقول، والأقوياء في الإيمان الناس اللي بتاكل لحوم في الصيام الكبير يوم الجمعة العظيم. تقول لهم لا، الكلام ما كانش قصده كده. كل التفاسير حتى التفاسير البروتستانتية كاتبة إن ده مقارنة بين اليهود والأمم مش بين الأرثوذكس والبروستان. والفرق هنا أن إحنا لما بنصوم عن اللحوم ما بيكونش الفكر اللي في بالنا أن اللحوم نجسة. حد فيكم بيفكر بالطريقة دي؟ بدليل أن إحنا بنيجي من ليلة العيد بناكل لحوم، حدش فينا بيقول لا دي نجاسة. واللي بيفطر مش بنقول عليه نجس أو كسر الناموس، بدليل أن ممكن إنسان يكون مريض والدكتور يقول له لا انت الاكل ده مش هينفعك، ابونا يديله حل يقول له كل اللي هتاكله وتعالى تناول. ما احناش عندنا تحريم اللحوم او تنجيس الاكل، ما عندناش اكل نجس. لكن في فترات بكامل ارادتنا ما احترمنا لجميع انواع الاكل بنمتنع عن انواع معينه من الاكل ونصوم بناء على وصيه المسيح ان احنا نصوم. وإن قال على الشيطان هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. طب ما هو الصوم يا رب يسوع؟ إن في أنواع من الأكل مش هناكلها. طب هل الأنواع دي مش هناكلها لأنها نجسة؟ لا،
هي أنواع مقدسة ويجوز للإنسان يأكلها، لكن هنمتنع عنها برغبتنا دون أن نشعر في ذواتنا أن احنا أحسن من غيرنا، أو أن احنا مقدسين لأننا صايمين، أو أن الآخرين الفاطرين ما هماش مقدسين. عامل زي برضو حكاية البتولية والزواج. الزواج مقدس، لكن في واحد مش عايز يتجوز، هو حر وهيعيش في البتولية ويقدم ذاته لله، بس بشرط ما يكونش مش هيتجوز لانه بيعتبر ان الزواج نجس او الا، او يحس بتعالي على الناس المتزوجين، يحس ان هو افخم منهم او احسن منهم، ده يبقى البتولية بتاعته مش مظبوطة ماشية مع النصوص دي. لكن هو حر، يعني اقدر اقول بنفس المعيار، من هو ضعيف في الايمان فاقبلوه لا لمحاكمة الافكار، واحد يؤمن ان يتزوج، واما الضعيف فيعيش في البتولية، ده يعتبره ضعيف لا يزدري. من يتزوج بمن لا يتزوج، ولا يدن من لا يتزوج من يتزوج لان الله قبله. نفس الفكر. وبعدين يدخل في قضية اخرى في الآية رقم 5، واحد يعتبر يوما دون يوم وآخر يعتبر كل يوم. كلمة يعتبر يعني يحترم ويقدس، خليه معتبر. طبعا الذي يعتبر يوم دون يوم اللي هم اليهود اللي لسه كانوا متعلقين بالسبت وبالأعياد وبالأهلة ورؤوس الشهور، والآخر يعتبر كل يوم اللي هو مسيحي جاي من أصل أممي ما كانش عندهم الحكاية دي، فهو في نظره كل الأيام مقدسة، هو أنت ليه بتقدس السبت ولا الحد، ما كل الأيام كويسة. معلمنا بولس مش عايز يدخل في الجدل ده، قال لهم فليتيقن كل واحد في عقله، يعني كل واحد يحكم عقله، ايه بقى؟ الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم. يعني مش عايز يدخل في الحوار والجدل العقيدي، قال لهم ده حصل ده، كله حصل بعض، المهم يكون الواحد لو اهتم باليوم يكون مهتم بالرب، ولو ما اهتمش يكون من اجل الرب. انتوا فاكرين المثل اللي قلت لكم شويه بتاع الاسانسير اللي بيأجر واحد مخصوص يدوس له على الزرار لانه يعتبر لو دفع الزرار يبقى كسر السبت؟ هو هنا بيحترم السبت في ذاته مش عشان ربنا. بدليل ايه؟ السيد المسيح كان عادة بيعمل معجزات يوم سبت. سبب ايه؟ سبب بساطة ان هو اليوم دوت الناس مجتمعين فيه في المجمع، فالمسيح يدخل المجمع عارفين انه جاي هنا فيجمعوا المرضى، فالمسيح هو داخل يشفي المرضى دول، فكانوا الناس تتغاظ، يعني انتوا مش لاقيين غير يوم السبت تيجوا؟ فالمسيح يبص لهم يقول له انت لو كان ليك خروف وقع في حفره ويوم السبت مش هتطلعه؟ لو ليك حمار وقع مش هتطلعه؟ لو عندك طفل اتولد يوم السبت معاد تختينه تاني سبت مش هتختينه يوم السبت؟ الكاهن في الهيكل مش بيشتغل يوم السبت ويذبح ذبيحه ويقدم ذبيحه؟ انتوا ليه مفهمينها غلط؟ الانسان لاجل السبت مش السبت لأجل الإنسان. فهنا اليهود فاهمين أنه بيحفظ السبت بنوع من الحرفية القاتلة اللي تخليه كأنه بيعبد السبت أكثر من يعبد الله، لدرجة أن علماء اليهود يقولوا أن الله نفسه حريص ما يشتغلش يوم السبت، يعني كأن السبت ده أعلى من مين؟ من الله. ولذلك النهارده لما تقروا الانجيل بتاع النهارده المولود اعمى، ايه الدليل عند الكتبه الفريسيين ان المسيح مش هو المسيح؟ قالوا هذا الرجل ليس من الله لانه لا يحفظ السبت. طب ولما فتح واحد مولود اعمى؟ لا 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 لا، دي ما تعتبرش حاجه بالنسبه لانه يحفظ السبت. مش كده وبس، يوم السبت اللي جاي يقيم المسيح لعازر من القبر بعد 4 ايام، 4 ايام، وقال له انت قد انتن، طلع المسيح العازر، لعازر هم خارجا طلع الميت.
يقولوا لا لا لا، دي برضو مش معجزة بالنسبة ان هو قومه يوم سبت. شوفوا قد ايه الحرفية بتاعت اليهود. طبعا لما يكون واحد مولود من جدوده من ايام ابراهيم يهود، والحكاية دي عميقة في اعماقه، حفظ السبت بالطريقة دي صعب ان هو ينسلخ منها. فمعلمنا بولس بيقدر ظروفهم، لكن في نفس الوقت بيوجههم. قال الذي يهتم باليوم فللرب يهتم. زي ما احنا دلوقتي بنقدس يوم الحد، بنقدسه ازاي؟ نصلي قداس، نحضر اجتماع، نعمل اعمال رحمة، نخليه يوم روحي، نقرا في الكتاب المقدس، نزور حد عيان، يبقى يوم الحد بقى يوم مقدس. لكن الواحد يقعد زي التنبل خايف يتحرك لحسن يكون كسر السبت. انتوا عارفين لما المسيح كان بيتمشى مع تلامذته في وسط المزارع يوم سبت، وبدأوا يقطفوا من السنابل يفركوها وياكلوا، قالوا لهم ده ما ينفعش يوم سبت. طب ليه؟ اصل حضرتك لما بتقطف سنبلة كأنك عملت حصاد، وده من الاعمال الممنوعة يوم السبت، والمصيبة الاكتر ان انتوا فركتوها، يبقى كأنك عملت ايه؟ مش ممكن، مش ممكن الذهن الضيق. على رأي معلمنا بولس الرسول يقول ان انا عشت حسب مذهب ابائي الاضيق. الاضيق لانه متزنق قوي. فمعلمنا بولس في حاجتين هنا بيعملهم. نمرة واحد بيقدر ظروفهم، بيقول يعني معلش نفوت لهم. ونمرة اتنين بيوجه الاهتمام بتاعهم ان يكون اهتمام بالرب. الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم، والذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله، والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله. لاحظوا هنا بيقول لهم حكاية أيام، تأكل أو ما تأكلش مش هي دي القضية، المهم إن أنت تكون بتشكر الله وتفرح بالخيرات التي يعطيها ليك، لأن ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته. إذا كان الحياة والموت سيان لأن أنا مش هعيش لنفسي ولا هموت لنفسي، فكم يكون بالنسبة للأكل أو بالنسبة للأيام المقدسة؟ لأننا إن عشنا فلرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت. فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. طبعا هنا الصياغة كلها المقصود منها إن نركز في ربنا أكتر ما تركز في التفاصيل اللي ملهاش معنى. لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات. المسيح مات مخصوص عشان نتحد بيه ونهتم بيه، ويبقى هو تنطبق علينا الآية اللي بتقول إن عشنا فلرب نعيش وإن متنا فلرب نموت، وإن عشنا وإن متنا فلرب نحن. زي الآية اللي جت في رسالة كورنثوس الثانية صحة 5 آية 15 يقول وهو مات لأجل الجميع لكي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. احنا المسيح جه يموت من أجلنا عشان نقعد بعد كده نحسوك وندقق في أكلة وشربة وقعدة ونومة. المسيح جه عشان يحررنا من هذه القيود. أما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح. طبعا كرسي المسيح يقصد به كرسي القضاء، الحكم اللي فيه هيدين البشر. فإذا كنا إحنا كلنا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح، يبقى كلنا معرضين للدينونة. فإيه اللي يخليني أنا أقف أدين أخويا؟ ما أنا نفسي هقف قدام المسيح أدان. لماذا تدين أخاك؟
وأنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ أنا بشبهها زي ما يكون بعد عنكم يعني في سجن، المساجين قاعدين ودخل عليهم زبون جديد، العسكري زقوا على الزنزانة قال له ادخل مع زملاتك دول، عنبر كبير، فاستقبلوه بالترحاب، أهلا وسهلا، حضرتك بقى مخدرات ولا سرقة ولا أداب ولا إيه بالظبط؟ فيقول لهم الجريمة بتاعته، هل لهم أن يدينوه أو يزدروا به؟ ما كلنا في الهوى سوا، هيزدروا به ليه؟ وهيدينوه ليه؟ تخيل بقى واحد من المساجين قاعد يوعظه، يقول له ليه تعمل كده؟ طب وانت ليه عملت كده؟ ايه اللي جابك هنا؟ فاحنا كلنا في الموازين دي فوق، واذا انا دنت اخويا ربنا هيبص لي من السماء يقول لي انت ايه؟ انت انا فكر نفسك قاضي؟ ده انت متهم، وانت نسيت نفسك عشان انا سامحتك وماشي تدين في اخواتك؟ فاكرين انتوا المثل اللي قاله المسيح؟ مهم جدا، بتاع الملك اللي عنده عبد مديون وناداه له قال له تعالى انت عليك فلوس ادفع اللي عليك، فسجد لي وتوسل اليه وقال له امهلني لان انا ما عنديش، وجايز مع الوقت يكون عندي واسدد لك ديوني. فالراجل الملك قلبه حن وقال له يا ابني خلاص اعتبر اللي عليك الدفع، انا سامحتك بكل الدين اللي عليك، دين كبير. خرج هذا العبد فرحان، فقابل في الطريق زميله كان مديون له بمبلغ صغير، يعني قول مثلا هو مديون للملك بعشرة آلاف جنيه ومداين زميله بمية جنيه، فمسك في خناق زميله قال له اديني المية جنيه اللي عليك، فقال له امهلني لان ما عنديش، قال له ما فيش فايدة هتديني يعني هتديني عشان خاطري؟ قال له ما فيش خالص، وراح مسلمه للقاضي والقاضي حطه في السجن. طبعا زملاتهم ايه شافوا القصة دي زعلوا، فراحوا بلغوا الملك قالوا له الراجل اللي انت سمحته بالعشرة تلاف سجن زميله على المية، فنداه له قال له مش انا سمحتك بعشرة تلاف، ليه ما سمحتش زميلك؟ شوف بقى الحكم اللي انت حكمت بيه على زميلك انا هحكم بيه عليك، اللي انا قلت لك مسامحك فيه لسه باقي عليك، هحطك في السجن ومش هتخرج غير لما توفي اخر من ليه، ما دام انت عملت زميلك كده. طبعا فاهمين قصد المسيح ايه؟ ان لم تغفروا للناس لا يغفر لكم ابوكم السماوي. تغفروا للناس على حاجتين، اخطائهم في حقك انت شخصيا سامحهم، واخطائهم عموما ما تدينهمش. متفقين؟ يعني جايز الواحد يفهم حكايه المسامحه ان لما واحد يغلط في حقه ابقى سامحه، لكن ادي نفس الحق ان ادين الاخرين على اخطائهم العامه والمشهوره والمعروفه، واقول يعني احنا مش بندين ولا حاجه ولا بنجيب سيره بس يعني كده بندردش، ويبقى الواحد سلخ اللي قدامه او نتفروه وفي نفس الوقت بيعتبر انه ما عملش حاجه. انت لماذا تدين اخاك؟ وانت ايضا لماذا تزدري باخيك؟ لاننا جميعا سوف نقف امام كرسي المسيح، والايه دي بتبين ان المسيح هو الديان، يعني هو الله، لانه مكتوب، دي ايه في العهد القديم، حي انا يقول الرب انه لي ستجسو كل ركبه وكل لسان سيحمد الله. لما نقف قدام كرسي المسيح هنا سيحمد بمعنى يعترف، لان الشكر والاعتراف لهم نفس الفيرب في القبطي في اليوناني، يعترف بمعنى يظهر ما هو مستخبي، ويشكر ايضا بمعنى ان انا اعبر عن حاجات ما كانش حد عارفها بقول واشكر ربنا عليها.
فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله، عن نفسه مش عن الآخرين. فما يومي الآخرين؟ عارفين المثل يقول لك كل واحد معلق من عرقوبه. فأنا هقف قدام ربنا هيكلمني بخصوص نفسي، أنا مالي ومال الآخرين. على فكرة من أجمل الفضائل المسيحية هي عدم إدانة الناس، واللي بيقتنيها بيبقى قريب جدا من قلب الله، ربنا يحبه قوي ويفرح بيه ويفوت له. عارفين يعني ايه يفوت له؟ عرفوها بقى. الله يفرح جدا بالإنسان الذي لا يدين. قلت لكم قبل كده قصة الراهب اللي كان راهب منحل، ما هواش ملتزم زي بقية الرهبان، سمعته في الدير مش حلو. وبعدين وقت نياحته كعادة الرهبان تجمعوا حواليه يستباركوا منه وياخدوا كلمة منفعة ويصلوا له. ففوجئوا انه يستقبل الموت ببشاشة، فرح غير عادية. فواحد سحب من لسانه وقال له يا ابونا يعني سامحني هقول لك كلمة ما تزعلش مني. قال له قول. هو بيطلع في الروح. قال له احنا كلنا عارفين ان قدسك راهب منحل، ما تزعلش مني يعني. كنا متوقعين انك ساعة الموت تكون مرعوب وبتقدم توبة عشان تدخل السماء. انت مالك كده يعني واخدها بخفة يعني؟ مش خايف؟ مش خايف تقف قدام ربنا؟ يمكن يكون قصد الراهب ده بينبهه للتوبة عشان قبل ما يمشي. فقال له بص انا فعلا انسان وحش وكلكم بتشهدوا ان انا وحش، بس انا هدخل السماء بقلب جامد. قال له ليه يعني؟ قال له هيبقى معايا يافطة مكتوب عليها لا تدين فلا تدان، وانتم كلكم تشهدوا ان انا عمري ما دنت حد فيكم، بل بالعكس بعتبركم كلكم احسن مني، وانتم فعلا احسن مني، ولا حتى في ضميري دنت حد. والمسيح ادانا هذا الوعد لا تدينوا فلا تدان، فهدخل ماسك له اليافطه دي. يجي يكلمني اقول له هو. واسلم الروح. ايه رايكم مفتاح سهل جدا يدخلنا السماء؟ انك لا تدين احد، مالكش دعوه بحد، سيب كل حد في حاله، افتح لك باب السماء على مصر عليه. ربنا هيقول ايه؟ هاتوا الراجل ده اللي ما كانش بيدين حد، تعالى يا عم ولا انا ادينك. طب يا رب انا عليا حاجات كتير. عدي عدي عدي، انت من النوع بتاع الذي ايه لا تدينه فلا تدان. مش ده مفتاح سهل كده يفتح باب الملكوت؟ كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله، فلا نحاكم ايضا بعضنا بعضا، فلا نحاكم ايضا بعضنا بعضا، بل بالحري احكموا بهذا الا يوضع للاخ مصدمه او معصره. بدل ما تقعد تحاكم الناس حط في ضميرك انك لما بتحاكمه بتتعبه، بتحطمه، بتثبت الغلط عنده. لكن لما تسامحه تفتح له باب التوبة، وبتفتح له باب ان يسترد الثقة في نفسه فيبتدي يتحسن. لكن عمرنا ما شفنا واحد بيتحاكم ويدان داخل الكنيسة وحاله بيتصلح. احكموا بهذا ان لا يوضع للاخ مصدمة او معثرة. احسن حد يعصر منك. المسيح قال من اعصر احد هؤلاء الصغار المؤمنين بي خير له ايه؟ ان يعلق عنقه بحجر الرحى ويطرح في لجة البحر. وقال ستأتي العثرات، ولكن ويل لمن تأتي بسببه العثرة.
لابد ان احنا نعرف ان اكتر حاجة تزعل ربنا ان احنا نعصر الناس ونتعبهم. ان عالم ومتيقن في الرب يسوع ان ليس شيء نجسا بذاته، الا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس حسب ضميره. ربنا لم يخلق شيئا رديئا، كل شيء في الدنيا ممكن يكون كويس وممكن يكون وحش. الرك على ايه؟ الاستخدام. التلفزيون ممكن يكون كويس وممكن يكون وحش، الانترنت ممكن يكون كويس وممكن يكون وحش، كل حاجة في الدنيا تبقى كويسة وتبقى وحش حسب الاستخدام. مفيش شيء نجس من ذاته، ولكن الاستخدام هو اللي بوظ الدنيا. تعرفين ان المية حد يقدر يستغنى عن المية؟ لكنها ممكن تغرق الناس. ولو واحد شرب مية اكتر من الاحتياج، الكيمياء بتاعت الجسم تتلخبط ويموت، ينتفخ ويموت، الضغط الاسموزي بتاع الخلايا يبوظ وتبتدي تشرب مية والانسان يموت. طب يبقى المية سم؟ ايوه سم، لانها موتت ناس. يبقى حرام، المية حرام. ينفع الكلام ده؟ مش ممكن. طب مين يستغنى عن المية؟ كل شيء في الحياة ربنا خلقه له منفعة. تقولي طب والمخدرات؟ لماذا خلق الله المخدرات؟ الطبيب الجراح لا يستطيع ان يستغنى عن المخدرات اللي بتخلي المريض بتاعه ينام عشان يعرف يعمل له عملية. تعرفين المورفين؟ المورفين ده اللي بيستخرجوه من الافيون، ده بيبقى احيانا لايف سيفنج، ياخد حقنة مورفين والا يموت، لو ما خدهاش هيموت. يبقى ربنا خلقها لما منفع. اكتر من كده، ان المخ بتاع الانسان بيفرز كمية من المورفين عشان تخلي الواحد ما يتألمش لأي حاجة، وإلا هيبقى إيده لما تتخبط كده يصرخ لو ما فيش مورفين. مجرد إيده تتخبط كده بيتفرز من الجسم كمية من المورفين تقلل الألم، وإلا الواحد ما كانش يستحمل حاجة. يبقى ربنا خلقها للمنفعة، فعشان خلقها للمنفعة الناس تدمن المخدرات. الخمور ربنا خلقها للمنفعة. انتوا عارفين برضو في انواع من الادوية لابد يكون فيها الكهول، مواد عضوية لازم تدوب في الالكهول عشان الواحد ياخدها ويستفيد منها. طب معنى كده بقى الخمرة نشرب ونسكر؟ ليس شيء في ذاته نجس، لكن المشكلة في الايه؟ الاستخدام الخاطئ. شوف الحرية بتاعت المسيحية عند اليهود، لا مزنقين عليهم، لكن المسيحية تقول لك لا، كل الأشياء خلقت لتتناول بالشكر، لكن ناخدها بطريقة مظبوطة. يجي لك واحد يقول لك أنتوا يا مسيحيين تشربوا خمرة جوه الكنيسة، تقول له ما حصلش إن أنت دخلت كنيسة في مرة لقيت الناس اللي جوه في الكنيسة دول سكرانين كلهم بيتطوحوا؟ محدش فكر. لما بنتناول بنخرج من الهيكل سكرانين. المادة في حد ذاتها مش ممكن يكون ربنا خلق حاجة غلط. ليه خلق عنب؟ وليه خلق الحاجة دي؟ ليها فايدة. لكن أنا بقى المشكلة إن أنا آخذ الحاجة المفيدة وأستخدمها استخداما خاطئا. حطوا القاعدة دي على كل شيء في الحياة. إني عالم، شوف الآية والثقة بتاع اللي بيقولها معلمنا بولس، إني عالم ومتيقن في الرب يسوع. في الرب يسوع معناها في الإيمان بالمسيح، بالاستنارة اللي ادهاني المسيح، باتساع الفكر اللي ادهولنا المسيح، أن ليس شيء نجسا بذاته إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس. عامل زي الآية اللي بتقول كل شيء طاهر للطاهرين. فكركم الآية دي
معناها ان انت تروح بيتكم تعمل اللي عايز تعمله وتقول ما فيش حاجة نجسة، ده نجس لليهم نجس، يبقى الواحد بعد عنكم يزني يقول لا بالنسبة لي دي مش نجاسة، ده كل شيء طاهر للطاهرين. لا طبعا، الحرية التي أعطاها المسيح لنا مش معناها التسيب ولا معناها التحلل من القيم والمبادئ والأصول والوصايا، لكن فرق كبير بين واحد بينفذ الوصية وهو متكتف كالعبد، واحد بينفذ الوصية وهو ابن حر. دايما أنا أشرحها بالمثل الآتي، تخيلوا واحد فيكم عنده محل أدوات كهربائية هنا في وسط البلد مثلا، ومشغل عنده 3-4 ولاد عمال، وابنه بينزل يشتغل في وسطيهم، ما هو إحساس العامل وما هو إحساس الابن؟ بس الابن يكون ناضج وعاقل وواعي. مين فيهم هينزل في الميعاد بالظبط يفتح المحل؟ العامل. العامل لما هيجي في الميعاد خايف من العقوبة، والابن لما هيجي في الميعاد خايف على أموال أبوه. شوف الفرق. العامل بينتهز فرصة أجازة عشان يزوغ، أو فرصة إن رئيسه أو صاحب الشغل مش موجود عشان يكسل، شغال بروح العبد الأجير، لكن الابن شغال بروح صاحب المال حر، ممكن في أي وقت يسيب المحل ويخرج يعمل حاجة ويرجع بحرية، لكن كمان قلبه واكله على الحاجة اللي جوه، مش عايز يسيب بإرادته، مش متأيد، معلهوش قيود زي العبد. فربنا بيقول في ناموس وفي وصايا، لكن اللي تتصرف معاها بروح الابن مش بروح العبد. فإن كان أخوك بسبب طعامك يحزن فلست تسلك بعد حسب المحبة، لا تهلك بطعامك ذاك الذي مات المسيح لأجله. يعني بالرغم إن في حرية وإنت حر تعمل عايز تعمله، لكن لو سمحت خلي حريتك دي ما تأذيش مشاعر اللي جنبك، ما تضايقوش، ما تجرحش ضميره. جرح الضمير هنا سماه بولس الرسول إهلاك. لا تهلك بطعامك ذاك الذي مات المسيح، يعني أنت ممكن تهلكه لما تضغط على ضميره. يبقى المسيح مات من أجله عشان يحيا، وأنت تهلكه بسبب تصرفاتك اللي ما فيهاش مسؤولية. فلا يفترى على صلاحكم. يعني ايه دي؟ يعني حتى لو كان ما تعمله دوت نوع من الصلاح، الحرية والإيمان وإحساسك إن أنت حر عايز تعمل عايز تعمله لأن مفيش قيود لأنك مؤمن بالمسيح، فما هذا الصلاح ممكن يسبب تشكيك للناس اللي حواليه، ويبتدي يقول أدي المسيحيين ناس متسيبين، هتسبب ان الناس تعثر في هذا الايمان وتعثر في هذه الحرية، لان ليس ملكوت الله اكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. معلمنا بولس عايز يرفع ذهننا من التدقيق في الحاجات الهايفة الصغيرة. عارفين الكلمة اللي قالها المسيح كتب الفريسيين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل، يجي في الهيفا يتصدر، فقال ملكوت الله مش أكل وشرب. وده الحاجة اللي بتشغلكم، تقعد تفكر ايه الأكل وايه الشرب؟ ملكوت الله بر وسلام وفرح في الروح القدس. بر ناخده بالإيمان بالمسيح، وسلام ناخده بعلاقات حلوة مع بعضينا، وفرح لا يكمل إلا بإني بفرح الآخرين وأسعدهم. ملكوت الله هو كده، بر وسلام وفرح في الروح القدس. لأن من خدم المسيح في هذه المفاهيم فهو مرضي عند الله ومزكى عند الناس. تخيل إن أنت علاقاتك بالناس بر وسلام وفرح، الله يرضى عليك والناس تزكيك،
مزكى عند الناس يعني مفضل عند الناس، محبوب عند الناس، مختار عند الناس، بر وسلام وفرح. فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض. فلنعكف يعنيها ايه؟ نركز فيما هو للسلام وللبنيان. اوعوا علاقتنا مع بعض تبقى فيها ان انا بقفش لك غلطات وبمسك لك غلطة وقفلك على الوحدة، ده شيء لا يبني ولا يوجد سلام. فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض. لا تنقض لأجل الطعام عمل الله، كل الأشياء طاهرة، لكنه شر للإنسان الذي يأكل بعثرة. حسن أن لا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيئا يصطدم به أخوك أو يعثر أو يضعف، لكن ما تعملهوش بطريقة تتعب الناس. ألك إيمان فليكن لك بنفسك أمام الله، تتعبش الناس. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. الآية دي يعني ممكن الناس تفهمها غلط، لا يدين نفسه فيما يستحسنه، يقول لك طب أنا بستحسن إن أنا أدخل حفلة ديسكو وأرقص ومش بدين نفسي، والآية بتقول كده. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسن. انا شخصيا بستحسن ان انا بعد درس العيد اخد معايا ازازه خمره واسكر في البيت، لا ادين نفسي في هذا. مش ممكن يكون طبعا المعنى بالمعنى ده. في رساله معلمنا يوحنا الرسول الاولى صح 3 والايه 21 يقول ايه؟ ايها الاحباء ان لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو الله. هنا الآية دي والآية دي معناها اللي انت تعمله ما يكونش من النوع اللي هتلوم نفسك عليه، ما تعمله اللي تستحسنه ما يكونش من النوع الغلط. انت بتستحسن حاجات تطلع كلها مظبوط. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه، يعني طوبى لمن ما يستحسنه لا يستحق اللوم، لا يشغل ضميرك. لكن واحد بيستحسن حاجة في الآخر بعد كده ضميره يتعبه، يبقى ما مش هتنطبق عليه هذه الطوبة. طوبة لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. وطبعا في نفس الوقت برضو الآية بمعنى أنك ما تكونش متردد ومتشكك، مش كل حاجة تتوسوس. عارفين الوسواس؟ أحيانا الوسواس ده بيبقى مرض، في مرض اسمه الوسواس القهري بيبقى محتاج علاج، مرض نفسي. بس ممكن بقى ما يوصلش لمرحله المرض، يبقى الواحد موسوس على حاجات خفيفه يعني. فبيقول طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. واما الذي يرتاب فان اكل يدان، لان ذلك ليس من الايمان، وكل ما ليس من الايمان فهو خطيه. يعني هنا في الاخر معلمنا بولس عايز يقول الإنسان المسيحي بضميره حي وحر، مفيش حاجة بتأيده لكنه بيسلك صح، مفيش حاجة بتحطمه وهو كمان ما يحطمش اللي حواليه. هختم بحاجة كده لازم أحطها في بالكم. كل واحد فينا دماغه غير دماغ اللي جنبه، كل واحد فينا بيفهم الدنيا بطريقته، وكل واحد فينا فاهم ربنا بطريقته، وكل واحد فينا عنده قناعات ومفاهيم مترسبة في أعماقه وفي وجدانه، جايز أخذها من أسرته، خدها من المجتمع، خدها من الكنيسة، خدها من المدرسة اللي عاش فيها، خدها من الحي اللي كان عايش فيه، خدها من قراءاته، خدها من ذاته. كوكتيل كل دي مع بعضيها بتعمل شخصيتك، وكل واحد فينا شخصيته ليها بصمة غير بصمة الصباع. شخصية الإنسان ليها بصمة مش ممكن تتكرر، فلازم أفهم دي، إن اللي قدامي واللي جنبي واللي حواليا مش ممكن يكونوا نسخة طبق الأصل مني، لازم أوسع لهم المجال شوية. مش لازم كل اللي في دماغي يكونوا مقتنعين بيه، ومش لازم كل اللي في دماغي أجبرهم عليه، ومش لازم يمشوا حسب الخطة اللي أنا ماشي عليها. كل واحد ليه سكته.
صحيح في ناس غلط، انا لو كنت مسؤول عنهم انبههم لاخطائهم بدون ان احتقرهم او ازدريهم او ان انا اعمل لهم نوع من الميوتيش، يعني نوع من البتر النفسية والشخصية، ان انا غيره يعني غيره. المسيح ما عملش كده. المسيح لما دعا تلامذته الاثناشر كل واحد فيهم كان غير التاني، وما حصلش في الاخر ان هو بقى اسطمبة واحدة، ده غير ده غير ده غير ده، والمسيح قبل ده وقبل ده وقبل ده وريح كل الناس وتعامل مع كل واحد بما يريحه، حتى يهوذا الخائن السارق سابه على راحته ولم يوبخه ولم يدينه، وقال جايز طولت البال تعلمه التوبة في الآخر، بس نبهه ولكنه للأسف لم يستفيد. لكن ظل بطرس المندفع هو مندفع، وظل يوحنا العواطفي عواطفي لآخر آخر لحظة، وظل اندراوس بطبيعته وتوما الشكاك بطبيعته وغيره وغيره وغيره، كل واحد زي ما هو، لأن المسيح قادر أن يقدس كل إنسان بما هو فيه. إحنا أحيانا بنفهم غلط بقى. أنا خادم في مدارس أحد، عايز العيال دي تطلع زي ما أنا عايز بالظبط، فبعمل لهم نوع من مسخ الشخصية. أنت أب في البيت عايز عيالك يطلعوا على النمط اللي أنت عايزه، فبتطلعهم ضعفاء لأنك فبركتهم، ما طلعوش النمو طبيعي. عايزه ما يغلطش، سيبه يغلط، سيبه يغلط، مش هتتدمر الدنيا، سيبه يغلط وعلمه من أخطائه. لو غلط النهاردة أحسن ما يغلط لما يكبر، الدنيا ما خربتش، سيبه يغلط يتعلم من أخطائه وبعدين توجهه بدون أن تمسح شخصيته. خادمة في مدرسة أحد عايزة كل البنات يطلعوا لابسين إشربات ويبقوا مكرسات ويبقوا راهبات، مش كلهم كده. كل إنسان له نفسيته وليه مفاهيمه وليه طبيعته. ممكن دلوقتي وانا بتكلم واحد يقول الكلام ده مش عاجبني، خلاص انت حر. واحد تاني يقول الكلام ده عين العقل، واحد يفهمها بطريقه والتاني يفهمها بطريقه اخرى، واخد بالك؟ وانا مش مفروض ان انا اخرج منتصر ان خليت كل الناس تقتنع باللي انا بقوله، مش شرط. ده المسيح كان بيعلم بنفسه والناس اللي سامعينه كان بينتقدوه وبيعكسوه وبيفتروا عليه وبيطلعوا عليه كلام وبيرفضوه وبيصطادوا عليه أخطاء وفي الآخر صلبوه. الدنيا ما خربتش، يجب أن أنا أفتح مجال للآخر، واخدين بالكم؟ ويبقاش أنا ضيق لدرجة أن ما كانش الحاجة اللي عندك زي اللي عندي بالظبط، ما تنفعش، ويبقى أنت مش مظبوط، واحكم عليك بأنك أنت هالك وأنك مش ماشي في سكة الخلاص، لأن السكة اللي أنت بتفكر فيها غير اللي في بالك. هي دي القاعدة اللي كان معلمنا بولس عايز يشرحها من خلال الإصحاح الـ14، وراح لاضم فيها الإصحاح الـ15 هناخده المرة الجاية.